بسم الله الرحمن الرحيم. باس باسي مستثنى يكي كتر لباسكاني منصوبات لبشكاني منصوبات بيتي لمستثنى. مستثنى اسم مفعول بابي استفعال استثنى يستثني استثناء جالي يستثني مجهول لكين مجهول يستثني مجهول لكين بيتي يستثنى مستثنى يا كلاب يعني ميكي مال مخيت شويني ما قبل الاخير مفتوح كبت مستثنى يعني دركراو يا داوي درك اللي كراو للغه دا جاء المستثنى يعني ما يطلق عليه لفظ المستثنى يعني اوي كوا وشي مستثنى دا عبر بسريا او ايجري توا لداي زناني نحوي جاء مستثنى لسردو بشا جارة شنك أما معلوم بو معنى مستثنى ودر كراو معلومة لبلو أنهاتو بتايبت بيانا سيبكاتو أوساكا دابشيبكا هار راس أخوتي تناو دابش كرناكا ويتقشتي لكافية كدا أفرم المستثنى متصل ومن قطع شنك يعني غالبا شدوايا مثلا تولي الكلمة الثلاثة من اسم وفعل وحرف من بيشت بيانا سي كلمة وكدو أوساكا تيبو دابش كرني كلمة يعني عادة شد لبيشة بيناسة أكري أو ساكة دابش أكري أظن لله هر راستو خوالي المستثنى متصل ومن قطع يعني كأنه أو يعني المستثنى يعني أو مستثنى كما معلوم ومعنى كرون لا يزان يعني نحوي بعد متصل ومن قطع يعني دوبا شهي كان بيلا متصل بيوستا لكاو تسبين راو وإيو كان من قطع بتراوة جاء فالمتصل أو مستثنى كما بيوستايا المخرج بناسكي اوي كوا در كراوا جاء الله خوي پراز لبي كوا در نكرابي من متعدد وكو هندي جاء مستثنى من قاطع بعض اللي بشكاني در نكراوا شوف اخوي هل در كراوا تيجشتي من قطع اخوي بيش استثناء كيش اخوي در كراوا جاء الله هو المخرج من متعدد او يكوا در كرابي لچن عددك جبري برز متعدد خويل اصعني چن عدد كعدد بي دوان يا زياتر لا دوان بي او بيوتي متعدد يعني چن عددك هي وچن درجة وتمانة وتمانة عدد يعني لدوان برزور ودس بي اكا يك عدد نية كوتو اشت متعددة يعني الاخوارك دوان سيانا اما تارچن برابر افسر جاء المخرج المتعدد يعني در كراوة لتن عددية لتن جمارية بدو جور معناه كراوة يعني عددك جمارية كزور يعني أي جزئياته يعني در كراوة لجزئيات أو عددا بله لبشكاني وقال ما جاءني أحد إلا زيدا ناتب ولا من هيت كسي إلا زيد نبي لما زيد در كراوة لجزئيات أحد شكو أحد هيش كسي زيد وعمر وبكر وخالد وأمانك شي هيش كسي كن دعي زيد دركي تقشتي جاء جزئيات يعني أفراد يعني لأفراد داري أكي يعني لأجزاء داري أكي لبشكان يعني شتي مشتمل بس تشن جزئيكا تو جزئيك يعني لي دركي تقشتي وكوالي اشتريت العبد منو عبدم كري ديم عبد السري اجيت او عبد السري اجيت او قاش اجيت او قلت لي اجيت او لوت جو اجيت او فتو اشتريت العبد ايش يعني اجيت او بعد انا الا نصفه ما قال نيوي كي نبي او نيوم نكر نكري تيجشتي دي مش لها هالاجزاء يعني تو الا استثناء كرا والا نصفه استثناء كرا العبد دي العبد خوي متعددني يعني شان عبدك نيه تيجشتي بلان بفي اجزاء أم عبد الله أجزاء بشك بيه في كاتوا وكو أندام جاوز كاني يا عبد مثلاً هم مشت الشجداني هي نوي هي وسيكي هي وشواركي وبينجك وششكو مثلاً آوا كواتا أما خواني أجزاء جاء هردو كان متعدد من متعدد يعني لا تن أفراد يدر كراوة يعني وشي كتن فردك أجيني تو فردك يعني لي دركي وكل جاءني القوم إلا زيدان أو قوم تن فردك تيجشتي يا بني ما جاءني أحد إلا زيدا ناو بلا من هيك كسك ديو أحد تن فردك الأخو أجري مش كمان شر أحد متوج أحد يا بيش أحدا بني كواتا بيش شهر بيت متعدد يعني تن أجزائك تن أفرادك هبي
ويان متعدد بمعنى يعني كان أجزاءه كي هبي هل يقدر أن يجبر بلام خاوني كان جزء كبير وكولي اشتريت العبد إلا نصفه إلا ثلثه مثلا إلا ربعه أو باعتبارك عبد بليك كبلام كان أجزاءه كي هي تاني هالاستثناء ليبكي تيجي قرأت الكتاب إلا بعضه مثلا كان أجزاءه كي هي كتابك أو تقديرا جعل لفظا أو تقديرا بل أو متعددة واتا أو شيء كوا خاوني تن فردك يعني خاوني تن أجزاء بشك كفعل متعدد أو متعددة حالي وابي إلا لفظا بزمان مترابي وقال جاءني القوم إلا زيدا أو القوم كمتعددة خاوني تن فرد تاكك بلا بزمان متراو إلا رستكا هي بوشة متراو أو تقديرا يان أو متعددة بلا لتقديرا ببزمان نو ترابي وقال ما جاءني إلا زيد يعني ناتو بولاي من مقر زيد نبي لبلا برزمان إلا زيد نو مستثناء ومتصلة بلا من بيشوه جنية كوالي در كرابي للفظة بلا من تقديرا هي يعني ما جاءني أحد إلا زيد كمستثنى مفرغ بيالن وانت مستثنى منه كباس نكرا بل لفظ بزمان باس نكرا جاب لي برزم بإلا وأخواتها دركرابي بهويشي ودركرابي بإلا يعني المخرج بإلا تعلق بسبب شيء المخرج كاسمي مفعولة دركراوة بهويشي ودركراوة بإلا بهوي إلا ودركراوة أو إلا كبصفة نبي آخر إلا معنى معنى صفته معنى صفته بهويتر أو جهاية جعل دركراوة ببني إلا كغير صفته وأخواتها يان بايك الأخشكاني إلا دي الأداة استثناء دا إلا لهم يان مشروطر وبقوتر لبرو زوجة بس إلا زورك لي جاء الله إلا يان بايك الأخشكاني كوال مثلا وكو ما عدا وما خلا مثلا لا يكون ليس وأمان شهر أدوات استثناء جاء الله بإلا أخواتي ألي أم شيء دركت كأم رستيك ألي جاين القوم لا زيدون إلا زيدنا لجان القوم لا زيد من لا عاطفة به هابلا من أو قوم زيدنا يعني أو نهات لما أم لا زيد من استثناء كرا بلان بوصلة إلا نية يا أخواتي إلا نية بلان يعني ما جاء القوم لكن زيد من جاء ولكن زيد من جاء عكسي أو بيشوكي أو استثناء ويا بلان أدات استثناء نية يعني لأم حاشية دا كم النمونية هنا وتوا الله يوكو جاربها ببني الصفة وتدري أكي الله أكرم بني تميم العلماء رزل بني تميم بقرا أوانان كوا زانان كوا تأما غير علماء در كراوة تقشتي يان أبا بدل الله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت فرزا بوخواي قورا بسر خلقوا كحج مالي خواي قورا بكن من استطاع إليه سبيلا كستواناي بو جبو حج لجيت الرقوة بعد لبراكم أم على الناس حج البيت من استطاع أو منك بدل يعني كواتا كسك استطاعين أبو يعني حج لسر نية أو استثناء كراو تقشي وبني أو كما بدلك تبوهين أو بهو يوك عصفتك وبيني يا بدلك وبهيني كواتا أمتي هو المخرج من متعد بإلا وأخواتها لأمانة إلا وأخواتي إلا نين خشك كان نين جاول منقطع أي مستثنى منقطع كامية المذكور بعدها غير مخرج أو إلا دوي إلا يكل خشك كان إلا وآت وبلام غير مخرج إخراج نكرة وتدر نكرة ولا متعدد جرى خوي فلاس بأم غير متعددنا غير مخرجنا
عن جزئيات المستثنى للجزئيات بل إلى بشي مستثنى متصل أخت من جاري وهي آخر مستثنى متصل تن أجزاء كتجشتي جاري وهي تن أجزاء هي جاري تن أفرادك هي جاء الله لو يكوا أجزاء بل جزئي هبي جزئيات هبي تجشتي جا قربان كواتا علي مستثنى متصل او مستثنى كوا لو بيش داخلنا بلنا متعددة عفوا منقطع منقطع ويك داخلنا بلنا متعددة كذا لو كوا خاوني تن تاكيكا بيش استثناكا اتر آية لجنسي خوي بي وقولي جاني القوم إلا زيدا اما خو زيد بشك آخر هندي كوا بيناسي منقطع كالي او كوا مستثنى لجنسي مستثنى منه نية بلام ونية جاي وهي مستثنى كج إسناك رأوا لجنس مستثنى منه مثلاً زيت هذا لجنس قومك هي قوم ب كمال قلن ففي من دي كان بيا كواهبي دي ما خو زيد أكل لنا أوانا بتجشتي كواتا أو أكل جنسي أوان بي بلام إشكال جنسي أوان نبي تجشتي جاء الله أنت مستثنى ك مستثنى منقطعة او يكوا داخلنا بالنا متعددة كا بيش او استثناء بكي خوي داخلنا بي امرتا منقطع اتلا جنسي اوان بيكو لجاين القوم الا زيدان هابولا من او قوم بي زيد زيد اما زيد اكري لقوم بي اشك بلا تكو لجنسي اوانا بلا من ليلة دا مشيرا بالقوم الى جماعة خالية عن زيد كما مصر في اعام قموتو دا جاين القوم الا زيدان مصر في جماعتك دياري كراو بيكوا زيد لونا اوانا نبي زيد عادي أمان النبي. ديوا هل بيتم منقطع قربان تيجشتي؟ يا لي ما جاءني القوم. نحن جاءني القوم إلا حمارا. هابلا من جودريج يا مجر. بلا هابلا من أقوم ما بيزق جودريج يا نبي. ديما حمار هالخويلة جنسي قومك نية. يعني لا هندي شو نواب ناسا كلام مستثنى منقطع ويا مستثنى كلا جنسي مستثنى من وكا نية. بلا في أكو جاءني القوم إلا حمارا. أما حمار جنسي قومك نية والله في وجهك جنسي أو نبي تجشتي أكلي بمعنى لك دين ما يعني بيش استثناءك لنا أو دا نبي أنت تشل جنسي بيان الجنسي نبي بنا جنسي بيكو جاءني القوم إلا زيدا أو زيد ممكن جنسي قوم بي والله من الجنسي نبيك والله ما جاءني يا جاءني القوم إلا حمارا أو حمار بيت شوية لجنس قومي جاوه براكم باسي مستثنى منصوب مع البؤكا مستثنى أخوي أصلا مستثنى أوي كمان منصوب بي شكو كل أمزج شاخوين ما ولش جامع كش اللي رأى فرمي شمك الأصل مفعول تجشتي تولي جاءني القوم إلا زيدا يعني أستثني منهم زيدا أو أستثني فعل من ضائع فاعل أني وزيدا شيء مفعول به نبرو مستثنى منصوب من حقبة مفعولة جعله وهو مستثنى منصوب منصوب أبي شنك الزور بي حالات مستثنى منصوبة تيجشتي زوريني حالات كان مستثنى منصوبة هر وشه وكاريتي كوا لمنصوبات أباس كراوة أنا عندي جنجر كوي مجر بي أقول بس سواء سواء أو غير حاشا أو هنا تيجشتي جاء منصوب إذا كان بعد إلا كاتكوا مستثنى بعد الدواي إلا وهاتبي أبيت منصوب بل أبي منصوب إذا كان بعد إلا كات مستثنى كدوى إلا هات غير الصفة جان بعد إلا غير الصفة بل كات كوا أم مستثنى لدوى إلا وهاتوا أم إلا صفتي وابي غير صفت بي تيجشتي غير صفتي أم إلا يبو معنى صفتنا بي شكون جاري واهي إلا يج معنى غير لخو أقري شون غير معنى صفتي تيايا إلا يج وكو غير ويا معنى صفت لخو أقري هاركو شون هندي جاريش غير بمعنى إلا بكارية كواتا أو إلا كمستثنى كلا دبايا منصوب بي ألا أبي بالي
بمعنى غير نبي تقشتي الصفة نبي يعني بمعنى معنى غير نبي تقشتي جعل أكاتا قال إلا بمعنى غيرك بك الصفة بي لوقت عادي استثنانية تقشتي داخلي لمستثناء جابر عبرنا في كلام موجب أم مستثنى منصوب بين الدواء إلا كوكاب وصفة نبي في كلام موجب هم نر وشو رستيكي مثبت شابه لا رستيكي مثبت دابه من في نبي استفهام وانت يا نبي وقبل جاني القوم إلا زيدا بلعام أقل غير موجب واجبني النصبة أتواني بالسبب دليتش بيخوني توا أقل موجب نبو تقشتي أقل منفي بو نو جاني القوم إلا زيدا ما جاني القوم إلا زيدا وزيدا نجدرستا أما قمعيك لحاطة كان مستثنى كمنصوبة إذا كان بعد إلا غير الصفة في كلام موجب أما إلا مستثنى منصوبة بي وهم أو مقدما يتلا حاطة كان أويك مستثنى منصوبة أويك هم بيش كتوب بس المستثنى منه يعني مستثنى بيش مستثنى منه حاتبين وكو ألي جاءني إلا زيدا القوم أما إلا زيدا مستثنى كنيا بيش القوم كتوك مستثنى منه بلي أو مقدما على المستثنى منه مستثنى كنيا بيش مستثنى منه كتوك بيش منصوب به أو منقطعا يا منقطع به بلي يعني مستثنى بلي بمدي بمستثنى منه نبيت بترابي تقشتي منقطعا بلي جابر أي برزم الله بوش أجرات مستثنى كبيش كتب بس مستثنى من هو واجب النصب به أي منصب يخوين توا الله شو كلام كاتا وبدليت ناقون جي شو كا بدل بيش مدل منه ناكبه بدل شويني بدل بهاوراو ناكبه شو كا بدل تابعي بدل بهاوراو كاتش تك تابع شو كتب أبي بدل دوايو بيت تيجشتي أو منقطعا يا مستثنى كم منقطع به لم حال شهر منصوب به كواتا مستثنى بلي مستثنى منصوب به إلا كاتل دواء إلا وبوصفتنا به إلا كول كلامك مثبتا بأميك دو يا مستثنى كم مقدر بس المستثنى من واتا بيش خلابه بلي ما جاني إلا زيدان القوم زيدان كبت بيش القوم أو منقطعا يا مستثنى كم منقطع به أمي شهر منصوب به تقشتي جاري في الأكثر يعني لا زورينا يعني لزور بي لغة كان ذاك لغة حجاز زورينا كان منصوب كان يعني بس بي في الأكثر يعني لا أكثر نحوي كان يعني لا أكثر حجاز كان يعني لا أكثر نحوي كان أو كان بعد خلاوة عدا في الأكثر يعني مستثنى كان منصوب بي كاتل دواي خلاوة عدا بي بو بالي لدواء خلاو عداوة به لا يزورينا تقشتي لا يزور به استعمال استعمالات عرب لدواء خلاو عدا شو منصوب لك ولجان القوم خلا زيدا يا عدا زيدا وما خلا وما عدا يعني هل دوبارة مستثنى منصوبة به بواجبي كتبه ما خلا ما عدا و بماوة ما يعني قلبي أو ما خلا أو ما وما عدا يعني ما خلا وما عدا أقل مستثنى بمعنى كرا أبجهر بالله واجبه منصوب به شوكا وثمان خلا وعدا بحرف جرجين هان يجعل تقشتي بلام كما يبيو بو بالله أو كاتهر بحرف جرنا به هر ذات استثناء به تقشتي يان ولا يكونوا لدواي ما خلاو ما عداوا به أو كاتا دواي ما خلاو ما عدا شوك فعل ماضين دي فعل كان شاراوية هو يو ما بعد كان بيتم مفعول به تيقشتي
يعني ولا يكون يعني دوي لا يكون سكون يكون فعل ناقصة اسمك الشارع ويو بلا ولا دعاء هات وبيت خبر وديار منصوبة تجشتي كاتم مستثنى بلا يكون يج منصوبة لا تولي سيتي يا وليس ولا يكون من نخص نائمة نوا هروا مستثنى منصوبة به بليس شو بلا يكونوش نجاين القوم ليس زيدا نجاين القوم لا يكونوا مثلا فلانشت ولا يكون تيتسر باسي ويجوز فيه النصب قربان الله ويجوز فيه النصب اما قربان ام لمس شاربين شوينا كباس ما كل واجب النصب براي برازم جاري واهي لمستثنى دا هر نصب دروستا بدليت دروست نية جاري واهي نصبش دروسا بدليتش دروسا بلا بدليك باشترا جا بدل ديارة كتابع مبدلو منها به بدل بوهن راو اعرابي شون بو بدل كج اعرابي واعبي بلام كوتو مستثنايا او كتبه هر منصوبي بكي تيجشتي بلام كوتو بدلا يشوني بدل بوهن راو كاكبه كمستثنى منه وكيا او اعرابي شون بو بدل كج اعرابي واعبي جاء له ويجوز فيه النصب دروسا لمستثنى دا نصبا ويختار البدل بلام اختاري بدلك لي يعني نصبش دروسة يايا بلام هل بجيرا وقصي هل بجيرا ومنتخب او يكوا ببدل بخوينتو لمستثنى من هوك عربي او شون بمستثنى كش واخويني تو بلام نصبش دروستا فيما بعد الا لدوي الا و يعني فيما لو اسمك لدوي الا و هاتوا تيجشني ويختار البدل واختياري بدل كراوة فيما بعد إلا لدوي إلا و بلى في كلام غير موجب لكلامك ذاك أو كلام موجب نبي يعني مثبت نبي براي برزم يعني نصب دروستا بلام زيالة ويش كان نصب دروسا اختياري بدل كراوة يعني بدلك بعشترة زانان بدلكان هالبجارد وبسر مستثنى بدل بلا مستثنى منه وكا أم بدل باشترة تاوك نصبك لكي دا فيما بعد إلا لو شونيك لدواء إلا وهاتبه لدواء غير إلا وناتبه لدواء إلا وهاتبه تكشتي في كلام غير موجب بلعام لرسته كشاب موجب نبي يعني مثبت نبي جل أخوة براستو بغير موجب لو يكوالا كلام موجب أبي وهر منصوب بواجبه تكشتي غير موجب يعني غير مثبت وذكر المستثنى منه يعني باس مستثنى منه وكيش كرابي يعني أمسا قيدي قرك يكي لدواء إلا بي لدواء غير إلا نبي لكلامك غير موجب يعني مثبت نبي منفي بي يعويك الحكم النفي آية وهم وذكر المستثنى منه مستثنى منه وكيش باس كرابي يعني مفرغ نبي نحو ما فعلوه إلا قليل وإلا قليلا مثلا الآيات تعتوف ما فعلوه إلا قليلا وعن نيان كردو مقر كم يقنبي لما إنا فيه فعل فعل ماضي وفعلها محل مصموف البيو إلا ذات استثناء قليل أما لا تنبضين بدلا لوابي فعلوه فعلو فعل فعل ماضي وكتشتي فعلية محل مرفوعة لإلا قليل أم قلنا بدلا لوابي فعلوك أو فعل مرفوعة قليل شوية تكشتي خو اشتواني ده كلامك ايش كلامك منفيه تيجشتي ما فعلوه كلامك كلامك منفيه لدواء الا شويه تيجشتي ملام هلا اتكا ما فعلوه الا قليل بمرفوعها تيجشتي ملام اما مختار الرفعيه ملام بمنصوب درس بلا ما فعلوه الا قليلا او كاتلي قليلا مستثنى ومنصوبه مستثنى لشيء لوابي ما فعلوه أو اشتانك الأوان مقر كما كان النبي يعني ما مررت بأحد إلا زيد وزيد بدل لا أحد يا يعني ما رأيت أحدا إلا زيدا وبدل لا أو آه
بله. إسا إلا قليل بدل لواوي فعله إلا قليلا قليلا مستثنى منصوبا استثناء كلا لواوي فعله. اتقوا بالله بس بيه.